هي العسكرية شرف، وأنا عارفة إنه هيفضلوا الأبطال يعتبروها شرف. مريم أنت نورتينا، وتحية ليكي، أنت بنت بطل، ولكل الطبيبات بقى أخواتك، وأيضا للضابط، أو دايما في شخص واحد لازم طبعا، والسيدة الوالدة يعني تحياتنا ليها، ودموعها دي كانت غالية علينا قوي، يعني دموع التكريم. بشكرك جدا يا مريم، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا، وتشرفنا لوجود حضرتك. وأنا ينفع أقدم لك التحية العسكرية؟ أكون سعيد جدا طبعا. تكون سعيد؟ طب أنا هحاول أقف كده وأقدم لك التحية العسكرية. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. صباعك اللي بره زيادة كده. صباعي اللي بره ده؟ لا، خلالي ده الضبيب كده بس. كده؟ شكرا. عشان تبقى سلام. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. الله يبارك فيك ويخليك. تسمحي لنا بالانصراف؟ طبعا، اتفضل. طب تحياتي. شرف لينا يا فندم.